السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى عام 1993، وما زالت قضية البوسنة هي أكبر قضية إنسانية في العالم، وتواجه تحديات وتجعل الدول العظمى والأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة جدا فيها. في عام 1992 احنا بدأنا نقدم طلب للأمم المتحدة للانضمام للمجلس الاقتصادي الاستشاري للمجموعات الغير حكومية التابعة للأمم المتحدة. فعلا قدمنا أوراق وجالنا الرد الحمد لله على أننا نذهب إلى الأمم المتحدة في 22 مارس أو عام 1993، وكان أعتقد اللي هو اللقاء بتاعنا داخل مقر الأمم المتحدة إما 23 أو 24 مارس عام 1993، يعني كنا كلنا لسه صايمين. دي كانت أول رحلة ليا للولايات المتحدة الأمريكية، وذهبت فيها أنا وأخوين أو زميلين عزيزين هما الأستاذ صالح سعيد اللي هو حالياً بيعمل مدير تنفيذي لمظلة كبيرة جداً في بريطانيا اسمها DEC Disaster Emergency Committee للجنة الطوارئ الدولية البريطانية في لندن، وده من أبناء الإغاثة اللي بدأوا بعد مجرد ما تخرج من الكلية. والتاني كان الأستاذ خالد روي اللي هو كان عنده خبرة وباع كبير جدا في العمل الإنساني، وكان بيعمل في أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن، وجالنا اشتغل معانا في ترك كل هذه الأشياء عشان يشتغل معانا في الإغاثة الإسلامية. المهم سافرنا احنا الثلاثة أول مرة وكنا كلنا صايمين، وصلنا نيويورك لأول مرة وكنا متعبين جدا جدا جدا، وأنا كلفت بإن أنا أنزل أشتري الأكل، ما كنتش أعرف الأكل بيشتروه بالحجم ولا بيشتروه بالكيلو. المهم نزلت اشتريت كمية من الأكل كانت كبيرة جدا على أساس دي الحجم هتملأ الصندوق، والصندوق بكله طلع إن لما تملى الصندوق لازم تولي الصندوق، المهم إيه جبنا الأكل عشان ناكل إيه وننام ونفطر يعني. ذهبنا للفندق إحنا الثلاثة، وكنت أنا نايم لوحدي في غرفة وكان هما الاتنين نايمين في غرفة تانية، وأكلنا فمع تعب السفر ومع الصيام، كنا صايمين طبعا احنا مسافرين، ومع الصيام ومع الأكل حسينا كلنا ان احنا ننام ما نصحاش يعني. المهم اتفقنا على شيء معين ان احنا في اليوم ده بالذات انا هنام على الأرض في الغرفة بتاعتهم، مش هنام على السرير بتاعي عشان لما اصحى يعني بعد ساعة او ساعتين نقدر نعمل اللقاء بتاعنا هناك يعني. ده كان اليوم الثاني اللي احنا وصلنا. في اليوم الاولاني لما وصلنا احنا طبعا نزلنا نشوف نيويورك، وبعدين رحنا حضرنا اجتماع من الاجتماعات المتحدة نشوف ايه القاعة شكلها ايه وكذا وكذا وكذا، لاننا قاعة كبيرة جدا 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 وكل السفراء موجودين فيها، والسفراء دول بيسألوا اللي هم المشاركين اللي عايزين يسجلوا مؤسساتهم في الأمم المتحدة. المهم ليلة الليلة الكبيرة بتاعتنا احنا يعني صحيت انا من النوم وصحيت خالد وصحيت صالح سعيد علشان نقوم ونقول نتوقع ايه اللي هيحصل لنا تاني يوم ونتوقع هيقولوا ايه الناس لينا. فجزاه الله خير كان لدار اللقاء ده ببراعة وبحنكة وبحكمة وبموضوعية وبخبرة هو الأستاذ خالد روي اللي قال لنا طرح أسئلة كثيرة جدا جدا، كان فيها حتى حط ملف الإرهاب وحط ملف تحويل الأموال وحط ملف العمل مع المؤسسات الدولية والمؤسسات غير الحكومية، يعني كل الأشياء اللي هي ممكن يتوقع أن يسألها أحد السفراء الموجودين داخل قاعة الأمم المتحدة في يوم الغد اللي هو كان ليلة العيد، كان يوم الوقفة، يوم الوقفة بالنسبة لنا يعني اللي هو أعتقد كان يمكن 24 مارس عام 1993، لأن كان العيد كان 25 مارس عام 1993. المهم رحنا إحنا الثلاثة وكان مفروض إن إحنا مين يتكلم فينا، فأنا قلت لهم أنا هتكلم وليني أقول إيه، فكتبوا النقاط كلها بالنسبة لي وعلى قنوهالي، والحمد لله حفظتها زي ما الناس بتحفظ الآيات القرآنية والأحاديث إلى آخره. رحنا تاني يوم الجلسة، وأنا كان كل ما كنا يعني الجلسة كانت مليانة السفراء بقى سفراء الدول، لأنهم لابد إن كل سفراء الدول في القاعة دي يوافقوا على إيه؟ يوافقوا على من يدخل بالإجماع، ما فيش حد يخش كده مع حد معترض عليه. المهم كان دايما يحصل إيه؟ يطلع مندوب الجمعية
يتكلم، وبعد ما يتكلم يقدم الجمعية يرفع أحد السفراء إيده، فلما يرفع إيده يجاوب عليه ويسأل السؤال وهكذا. حصل كل ده مع جميع الجمعيات إلا جمعيتنا إحنا اللي أنا هكلمكم عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله، وأقول لكم كيف تعامل السفراء مع مندوب الإغاثة الإسلامية في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.